سنانير صدقوني سنانير. مياو. إيه سنانير يا شباب. أشوا. مياو. الله الآن سو جم. وااا الأم الكبيرة دي ها. الساونتراك حق اللعبة مرة عاجبني يا شباب. زوملي. هذه اللعبة يا شباب لعبتها معاكم قبل أسبوع وإن شاء الله اليوم بنحاول نختمها بالكامل. أهم حاجة تأكد أنكم فعل جرس التنبيهات ودعس لايك في هذا المقطع وخلونا نشوف موضوع هاللعبة. لودينج. أوكي. أوه هذا والله هذا مشكلته مشكلة ذا. هذا بيأديني يا شباب ذا. أبدي فيه ذا يا شباب. أبدي فيه ذا جوعان واضح إنه جوعان. متاهة كريهة دي. والله كريهة. كان يصيح. الله كان يصيح. جوعانين يا شباب. تحولوا كلهم لفضائيين. انا اقول لكم فضائيين هجموا في الكوكب. وكلهم تحولوا فيل ذا كان على قرد هو. الان يا شباب لازم اسحبه. هو ما بيتركني لازم اسحبه. لازم اسحبه الى هذا. مشكله مو ايوه وجه ججه. سحبته يا شباب. الان لازم احبسه بعد. لازم احبسه. لا في لازم اسحبه في زاويه واحبسه. وش الصوت؟ تعال مني. خلينا ندور. ندور حول القفص هذا. ايوه. ايوه تعال تعال تعال. تعال. اشوفك اشوفك. تعال. وال في صوت هنا. وال وشو ذا؟ وال وحش غريب ذا. هذا وحش غريب اول مره اشوفه. نو واي مان. وحوش واجد عدل. عجبتني فكره الوحوش. اوكي يا شباب. وال طويل ده. او ماي جاد. او ماي جاد طويل ده. هلا طويل طويل. كيف اصرفكم انا؟ بسوي يا شباب ريستارت لانه ماسك الباب ده. والله ماسك الباب ما اقدر. او ماي جاد بطيئه. والله بطيء الشحن. ما يمديني اطلق على ما اعشق على. واتس كومين اون وذ ذيس جيم. كيف يا ملعون كيف تبغاني اعبر هني؟ والله هذا صعب ده. والله انه ده صعب. ولا شوا انا الحين محصور. لا 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 بيجي بيجي. انتظر لين ما يجي. ما في طريق هنا. ما في باب. شو هربت منه يا شباب؟ انا قريب. اوكي هذا الباب ينفتح. لا هذا كيف؟ وات؟ اوه من جهه ثانيه ذا. يعني سو كذا. ما في طريق مني. الان لازم اطلع مني. ابى اظل حاط ايدي يا شباب لانه في لحظه هو بيجي. واذا هذي تشحن بالبطيء. صراحة علة. اوكي لحظة يا شباب لازم اطلق خلاص دار راسي. الان ابغى اشوف انا اللي هو المفتاح فوين هو؟ مفتاح. المفتاح فوين؟ هناك مفتاح.
هذا خلينا نشوف خريطة. والله اني محشور انا ما ادري فين المفتاح مو مبين. بس شكله ذيك الجهة. ايوه اقرب ضوء. نشوف. اي ادوها من المفتاح ادوها. ادوها قريب. جنبي طلع. هناك في الزاوية ها. لذلك عليك ان تفكر جيدا يوسف. في ابواب تنفتح. فخلينا طريق. يا رب ما يجي يا رب ما يجي. ابتدي ايش فيه هنا طريق يا شباب. هنا طريق. اي هنا طريق. انا الان فتحت طريق هنا. اوكي دوها ها. انا فتحت طريق. هذه الجهه لازم اجي منها. الو لا 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 صدق بامكاني احبسه. اقدر اعبر من هنا. اوه حلو حلو. ايوه قربت 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 وصلت. وهذا المفتاح قريب. لا يصيدني ده. او ماي جاد لا يصيدني ده. يوسف اخيرا واخيرا وصلت للمفتاح. في الحاله دي وها والآن أطلع. المفروض كيف أقدر أطلع؟ خلي يصيدني. وين هو ده الطويل؟ وين راح يا شباب؟ أخيرا نرفزني والله ده. يعطيك العافية خلصنا أخيرا من هذا. الآن نتجه إلى ولا هنا طوال. بارح ديك الجهة يا شباب. ليش ده الحالة ده؟ ده الحالة صاير يا شباب. وين هو؟ يوها بعيد صاير. لحظة وين ذا؟ ذا بعيد في الغابة صاير. كريزي مان. او ماي جاد. سيف زون. وات از ذس؟ كيف جوين يوسف. والله انا مرة صاير في الغابة في الظلام. ان شاء الله يكون المفتاح ذا جاهز ما في صعوبات. اوكي. الا اوكي في مفتاح. انلوك كيج. كيف افتحه؟ ما عندي شيء افتحه يا شباب. هذا جاهز ذا هو بس ما عندي شيء احتاج نيرباي. اوكي في مفتاح قريب. طيب نبحث يعني. في مفتاح قريب. والله اوكي يمكن المفتاح هذا اتبع هذا اتوقع صح؟ اي بتبع هذا ممكن احصل مفتاح هنا فوق الحديد. والله في تقاطعات صاير. اتوقع هو في مدخل. احساسي يقول ان المفتاح يكون موجود في احد الخطوط هذه. صار بعيد مشكلة بس يلا ما اعلم. احساسي يقول لان ده قريب ده. راي الحقني. اوه
ماي جاد سريعين. اوكي يا شباب رجعنا هنا المسبح، اكتشفت ان في مكان هنا اروح اليه من فوق مثل ما انتم شايفين، ففي مفتاح ثاني هنا يا شباب، فخلونا نركب الان فوق هنا. اوكي نايس حلو، هنا في مفتاح يا شباب. ليتس جو. او ماي جاد وش هالحوت ده الغريب. جوعان واضح. alright الان لازم اسوي جمب يا شباب. وهي هذا مفتاح؟ اي مفتاح، ذا مفتاح بس كان سلاح بحارب فيه الوحش الاخير شكله. Let's go. Let's go. وهي. وهي. هلا والله مفتاح 12 خزن. اقعد يا شباب انا والله مزعجين دولة القرود، دولة مزعجين يا شباب. Let's go. Nice. اوكي يا شباب الالغاز غريبة والله غريبة. لازم اسوي جمب اني افتح هذا، هذا بخليني انط المفروض. اوقف هنا. يلا ايوه الجمب الاخير يا شباب، الجمب هذا بوديني المفتاح المفروض. ليتس جو يس. او ماي جاد هذا امتع لغز انا سويته الى الان. لازم اطفر طلع، خلي يسوي جمب. ليتس جو. وش تبغى وتون؟ كانهم سنانير دولة، سنانير ياكلوا سنانير. صدقوني سنانير، مياو. اي سنانير يا شباب. ايش هو؟ مياو. او ماي جاد يلا الان اسوي جمب. واو الام الكبيره دي، ها الام دي الكبيره دي، ها لا تلمسها. رعا ليتس جو نايس. لو اللعبه بس شويه مضاويه ظلمه، والله ظلمة لما ارفع على الكونتراست ما ينفع. وهي اوكي المفتاح الان يصير هنا. قريبة ما تهجم دوال المفتاح يا شباب. اشوا واخيرا باقي اثنين يا شباب، باقي مفتاحين بس خلاص. الالغاز احس فيها تكرار هذه يا شباب واجد. اوكي يا شباب انا هذا المكان سحبت عليه بس لازم الان اشوف المفتاح. اوكي هو المفروض هنا، هو المفروض هنا. والله موضوع المفاتيح صعب بس شغلتك تدور. ايوه في ضوء هناك كانه، هذا وحش ولا مفتاح؟ دقيقه بس. لا والله مو مفتاح. ايوه هذا المفتاح اتصلته موجود.
طلع هذا ماسك، طلع هذا ماسك، يعني لو انا ملاحقين من شوي احسن. طلع هو ماسك المفتاح، يعني لو انا مدور عليك احسن لي. والله صوت، صوت طائرة كان. ايوه هو هذا المفتاح. Let's go. Let's go. واخيرا حصلناه. 20 يا شباب. الان اروح افتح الباب الكبير، خلاص. صار عندي مفتاح ساطور الان. اكبر مفتاح في العالم. اللعبة يا شباب يعني الالغاز مكررة واجد. ادوها المفتاح. Let's go. Let's go يا شباب. خلينا نشوف ايش بصير. واو شوفوا ايش كبره. دخلنا يا شباب. وات الو وايش في هنا؟ لا 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 او ماي جاد. زعيم زعيم لازم نروح عليه. شو هنا؟ شغل. وال. Turn off. هاي الثاني هو كذا. يا شباب. يس. لازم اشغل هذه كلها الخضران يا شباب. احمر. لا. بوم. بوم. احمر. خليه بعيد. اخضر حلو. غريبة ما جا. محشور. يلحقني. يلحقني يا شباب. ايوه. لا 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 باقي هذا، باقي هذا. لا هذا احمر. احمر. شغلت كل شيء يا شباب، وش باقي؟ بدخل، بحاول ادخل. اتوقع الحين يشتغل. ايوه ايوه طفى 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 طفى. وات فست مات. خلص عليه. مش الكومبليت. You have completed your mission successfully. شباب الان انا بعد ما انقذتهم رسلوا لي رساله، تقريبا الشركه يعني اللي انا شغال معاها يباركوا لي. قدرت اتغلب على الوحش الاساسي بسبب اني عطلت المشين هذه يا شباب، عطلت الاله هذه. كل الوحوش اللي في الحديقه انتقلوا الى عالم بلورموردا. بلوموردا اتوقع فضائيين دول يا شباب، رجعوا الى كوكب بلوموردا يعني خلينا نقول. كلهم اختفوا يا شباب بنفس طريقة قطوة هذه يا شباب اللي احترقت باللون الاخضر كانها. بشكل عام يا شباب اللعبة كبداية كانت مرة قوية بالنسبة لي اول ما لعبتها، لكن من ناحية الالغاز حسيت ان في تكرار في الالغاز، سالفة انك تنط وتركب الخشابة واجد متكررة يا شباب. زائد النهاية بصراحة يعني احس من المفترض انها تكون افضل من كذا بشوي، يكون في كات سين، يكون في مشهد يا شباب مثلا الحيوانات وهم كلهم يختفوا، ما روانا المشهد بس القطوة هذه وهي تحترق باللون الاخضر، على الاقل يعطينا اندنج مو بس كلام كذا مكتوب. بس بشكل عام اللعبة مميزة بالنسبة لي. انتم كم تقييمكم لهذه اللعبة؟ اهم حاجة الان تأكد انكم فعلتوا التنبيهات، ودعس لايك ومع السلامة.